ما تشاهدونه في هذه الصور، بقايا لكارثة وقعت بالمزرعة النموذجية بتعظميت بالجلفة، بعد نفوق المئات من رؤوس المواشي التي تم رميها على مسافة بعيدة جدا لإخفاء الجريمة، أسباب هذه الكارثة حسب السكان تعود للجوع الذي لحق بالماشية لمدة طويلة. الاغلام ماتت بها الجوع ما ماكلاتش قال لك حسب ما سمعنا حسب الهضره اللي دارت في بلدية تاعنا قال لك الاغلام راه مش تاكل كاع قال لك عاد تقريبا ثلاث ايام ماكلاتش بعد ما ماتت بعد ما صرحت صرحوا بها في الكتابات وهضروا فيها قال لك بلي بلي فيها مرض هي ما فيهاش مرض كون كاين فيها مرض تصرح بيها تقولها بلي كاين مرض تقول لنا بلي كاين مرض هما ما قالوش بلي كاين مرض هزوها ولاحوها في بلاصه معزوله ميت اماكن عديده داخل وخارج بلديه تعظميت تم فيها اخفاء الاغنام الميته لكن تم اكتشاف بعضها من طرف السكان المجاورين أه لاحونا اقلم هنايا في الدار وما لبناش بالناش منين حنايا وما لقينا ما حتى حل ما عرفنا نعرف نحرقوها ما عرفنا نردموها المهم عندنا ديك لارينا بها البلدية و بلقنا قلنا لهم ردموها والله ديروا لها حل ما لا فيها كش مرض كاش كذا ما على باليش انايا يجوا هما يهزوا القلم ويبدلوا لها بلاصتها القلم اللي ميته يهزوه ويبدلوا لها بلاصتها ما خلوهاش بلاصه فريده وعلاه مانيش عارف باقي القلم قال لك انا نوكلوا فيها ما شفناش إحنا حنا شفنا القلم تموت مش بالالاف بالعشرات ما شفناش حنا حنا اللي نشوفوا كي تقرب تشوف كنشوف التصاوير اللي طلعت الصور اللي طلعت وزدنا شفنا راكم شفتوا معنا شفتوا اللي قبيل ما تلقاها ما تهدر باينه ميته بشر كون تفتح فوادها تلقاها ميته بشر المزرعه النموذجيه بتعظميت التي رفض مديرها استقبالنا كان يضرب بها المثل في تهجين وتحسين سلالات الماشية فانتجت احسن الكباش على مستوى الوطن ها هي اليوم تتحول إلى مقبرة للماشية وتستنجد لإنقاذ ما تبقى من سلالة تعظميت المهددة بالإنقراض